مشاهدينا، الآن ننتقل إلى هذه اللقطات الحية والمباشرة التي تنفرد بها قناة الرشيد من ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد لتنقل المتظاهرين هناك. أول مرة نرحب بقناة الرشيد، غطت المظاهرات وهي ويا الحق. أريد أحكي وهذول كلهم شواهد علي، يقولون البارحة لا ضربنا ولا شيء، أنا من 9 الصبح لحد الساعة بالسبعة، لحد الساعة بالسبعة باعوا يا إخوان، باعوا يا إخوان، باعوا يا مرجعيتنا الرشيدة، يا مرجعيتنا، باعي يا مرجعيتنا. بس اكتفيتي المجرب لا يجرب، شوف بعينك يا مرجعيتنا، شوف بعينك. هواي استشهدوا وهواي انقتلوا وهواي ضربوهم، حتى هنا وراحوا من عنده شهداء. ادري المرجعيه ليش ساكتين، ما خلوا بينا، غلطوا علينا وعلى وكل شيء، ما شايلين بس العلم يا اخوان. شو شايلين اللي جازوا عليكم؟ العلم منو اللي جاوز عليك؟ من القوات؟ يا قوات اكثرهم اللابسين سود، اللابسين اسود، ما خلوا لا شرفنا. باعوا الغاز السام، الغاز هذا كله غاز سام، هذا رصاص. انتوا يا مرجعيتنا شنو السالفه؟ صار لي 16 سنه ساكته، شنو السالفه؟ زين هسه احنا حاليا بساحه الطيران، شنو منعوكم القوات من تواجد لساحه التحرير؟ هذا منعنا، هذا الرصاص، هذا اللي صار، هذا الرصاص اليوم، هذا الرصاص هذا يا مرجعيات الرشيده هذا. شكرا شكرا عمو، شكرا، تفضل هنا. قبل نص ساعه نقيب قلت له يابا احنا عراقيين، احنا مو يهود، ايش تعاملون ويانا؟ قال هاي عنده اوامر هيك تضرب. زين شنو احنا سوينا؟ احنا شيء طالبنا بحقوق المواطنين، يعني كل من يطالب حقه هيك يسوون بيه، يعني ما اعرف واحد شو يقول، شو يحكي وياهم ذولا. عندك احصائيه بالعدد الشهداء؟ عندك معلومات الباحث قد كانوا جرحى؟ تجمع عندنا أربعة زين؟ أربعة يعني أربعة جرحى، يعني قصي مو هيجي زين؟ واحد من المنتسبين يسحب عماله، واحد من المنتسبين. احنا نريد ننقل صوت، تعال هنا، تفضل هنا، واحد من المنتسبين يسحب عمانه. قلت له ليش بويا؟ شو مسوي لكم احنا؟ الشايلين قلت احنا ما شايلين شيء، هو عراق وانا عراق. بس احنا جايين هنا، بس تفضل هنا، بس مره خصك، بس توقف يا ولد، انت تعرف البارحه مو حارب داعش؟ الخضراء مو حاربوا داعش، هسه صاروا علينا مثل داعش صاروا علينا، والله بادر محي مو حاربوا داعش، هسه هم صاروا مثل داعش علينا، صاروا داعش علينا. طبعا هذه اراء المواطنين من ساحه التحرير او من ساحه الطيران، دا يعبرون عن ما شافوا هم. قرار المرجع يا عميل. طبعا توافد آلاف أو مئات المتظاهرين باتجاه ساحة الطيران. بس في هذا الطلق الحي مالتهم، هاي الطلق نجيهم
بعلم، يسيروا بعلم مظاهرة سلمية، يطلعون علينا بعلم، يطلعون الطرف، يطلعون الطرف، ثلاث ارباعهم من الدمين، ثلاث ارباعهم مو عراقيين، مرتزقه، ثلاث ارباعهم مو عراقيين، مرتزقه، يجيك منثم، نجيب علم ليش؟ منين احنا جايك؟ منين احنا جايك؟ وين القنوات؟ ليش بس الرشيد موجوده؟ ليش بس الرشيد موجوده؟ وين العراقيه؟ وين الشرقيه؟ وينكم؟ انتم ما تمثلوننا، ما حد يمثل صوتنا، تمثلون احزابكم بس الرشيد، الكل الكل العراقيه الشرقيه غيرها، تمثلون احزابكم، تمثلون احزابكم، هذا الطرق. ايش تنتظر؟ الناشدين سيد القائد مقدار الصدر بالحضور اليوم، اليوم يجي اليوم اليوم، احنا نحتاجك عمي نحتاجك. طبعا هذه لقطات حيه من ساحه الطيران، واكيد المواطنين المظاهرين غاضبين من طريقه التعامل معهم قبل القوات الامنيه. القنوات وين؟ ليش بس الرشيد؟ ليش؟ البقيه وينهم؟ البقيه وينهم؟ يعني انتوا القنوات مغطيه مغطيه اللقاح. خلي المحافظات تشارك ببغداد، بغداد هي ام العراق، بغداد هي ام العراق، خلي المحافظات ام محافظاتها تجري على بغداد، بغداد هي الام، بغداد. هذه لقطات حيه من ساحه الطيران. هذا داعش، هذا رصاص البحر، انا واقف قدام هذا هناك، هناك في الاعلام، هناك على المكان العالي، تعال هنا هنا هنا، بس خلينا نشتغل، خلينا نشتغل، صديق بس يغرق السكة. عليك 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 هتافات تشيد بدور الجيش العراقي بطريقة تعامله مع المتظاهرين. طبعا تواجد اعداد كبيره من قوه مكافحه الشغب في النقطه الفاصله بين ساحه الطيران وساحه التحرير. السلام عليكم عمو، حضرتك موجود من البارحة هنا؟ نعم من البارحة. حدثنا شنو اللي صار؟ ها؟ حدثنا شنو اللي صار؟ البارحة لو اليوم؟ اليوم اوكي، اليوم شنو الأحداث اللي صارت؟ إن شاء الله نطب للخضراء، إن شاء الله. اليوم وعدنا بالخضراء إن شاء الله. زين، أما الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فتمسكهم النار. إحنا أحباب الحسين، إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله احنا منتصرين. ايه يعني حاليا مثل ما تشاهدون المتظاهرين قدامكم، احنا مطالبنا كلش واضحه،
احنا ما راجين لا منصب الحكومة ولا راجين رواتب فارهة مثل ما انتو حضرتكم عندكم. احنا كل الرايدين نعيش مثل باقي الدول، ما نريد نعيش مثل الامارات استغفر الله. احنا نريد نعيش شباب، نعيش مرتاحين، ملينا تعبنا، كل مره نحكي وتقمعونا، كل مره نحكي وتضربونا، بس وصلت حدها وياكم، وصلت حدها وياكم بعد خلص ما عندنا ايش. احنا 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 نحكي شكرا شكرا شكرا. شعب شعب 35 شعب 35 الى 40 مليون، ما بينا 500 واحد، عيب حرام. 20 مليون تروحون زياره، 20 مليون تمشون للحسين، 20 مليون للحسين. ويكم حسبنا الله ونعم الوكيل. لن نتراجع، لن نستسلم ولن نتراجع حتى النهاية، ولا نخاف أبدا. لدينا مطالب حقة، نحن شباب شجعان واعين ومثقفين، وإن شاء الله سنأخذ بحقوقنا. المعتقلين احتقلوهم هسه بالنفق، بالنفق مال سنك، بالنفق مال سنك، والنفق مال باب شرجي. متظاهرين سلميين رفعوا علم قالوا لهم انتم ارهابيين، ارهابيين احتقلوهم وصلخوهم ودق دق بدونك اياهم. لا لا متابعه الشغل والله العظيم متطلباتنا كلش يعني كلش عاديه، كهرباء، ماي، تعيينات للناس، كل شيء مرين، لا نريد تخريب، لا نريد شيء، الله وكتبه ورسل الناس انت تخرب ناس يد مفتعله، الله هاي ناس كلها ما عندها، والله العظيم اتحدى واحد هسه يشتغل له شيء، والله ناس قاعده على الطالب بطاله، شنو ذنبه يعني كامل مكمل دراسته وشيء لا تعيين له هذا، كل شيء بتيد العالم ترى والله لا تخرب، هاك شوف هاي العالم، لا سلاح لا شيء، الله وكيلكم جايين غير بس. يعني جايك بس ببطل المي يعني هاي كل شيء كل شيء هاي اقوى شيء ويا بطل المي جاي الله وكتبه ورسله فهي شغلات دافع ندى نريدها والله العظيم الكهرباء المي العيشه هاي بس غيرونا هذا الشيء والله كل شيء ما نريد منكم هم حاله الموهوب البكتوم العدنا هم حاله الموهوب البكتوم العدنا انا اصغر واحد بيكم خادمكم دا حاجيك لا نريد نغير لا نريد شيء بس ساعدوا هاي العالم والله العظيم الناس ملت والله يقول الله يقول بعظمته الساكت على الحق شيطان نخرس ولا تعتبرونا احنا ما والله ناس يعني دافين عاد شكرا انت مباشر على الهواء السلام عليكم انا طبعا اشكر قناة الرشيد على تواجدها في هذه التغطية الاعلامية يا اخي احنا مطالبين بحقوقنا وفق الدستور وفق القانون سلميين ما نحمل بس هذا المي نروح عطشنا 16 سنة بكتونا نهبتونا اذيتونا مرمرتونا اتركوا المجال لغيركم احنا ما نريدكم شعب ما يريدكم والشعب مصدر السلطات واحنا ما نريدكم برا طلعوا والله نسحلكم سعد شلون ما نسعد نور بن سعيد بشارع الرشيد وهذا شارع الرشيد قريب نسحلكم سعد بشوان اطلعوا الى برا انتم عملاء انتم مرتزقه الشعب انتم مرتزقه يا عادل يا قوات الامنيه اللي تهاجمنا انتم عباره عن مرتزق انتم تقتلونا احنا نحمل بس المي نحمل بس العلم العراقي تقتلونا تبا لكم وتبا لنا ان بقيتم والله نزيلكم والله احنا جيل ما نعرف المساومه احنا جيل والله احنا جيل التسعينات
شبينا على قتل، شبينا على سقوط، وشبينا على احتلال، وشبينا على الموكب، وتردون هسه تفوقونه والله نسحلكم يا سبله يا هتلية يا معتدين. شكرا. انا جيت على شغل، شغل عشائريه العراقيه. كل شيخ عشائر ها قدامك. على الحكومة والبرلمان وتهبط الأحزاب والتيارات أن تترك